هذا الحين بارت 3. اوه سي جيمر جاء. مؤخر عنه مؤخر بس. ترى يضرب البيرك كذا يضربك. الله انا اعتبرني جلخ ما اعرف ولا شيء اوكي؟ هلا ما كنت يوم مرة اخش. البس البس. Io ho funzionato! Ora passiamo alla parte 12. الحين دقيقة شوي انطرت. الحين ما نفسخ هذا. بعد ما نوصل عند القزاز. هنا تبي تفسخه هنا وفسخه بس بيطلعنا عند القمر اللي برجع البس. لا لا خلاص رقيت. اجمع فلوس. هنا النود الاول خلني بشتغل فيه طبعا الوان هي. لها طريقة معينة بشرحها بس خليني اوصل. ايه حاول تشرحها. دقيقة عشان المشاهدين هو هي بتشتغل بطريقة معينة ولازم تقلدها نفس حركتها بس خليني احاول اشغلها لان طريقتها صعبة شوي. لا قاعد تحسر فيها هي، يا اخي ما هي سهلة انك تطبقها لكن تشغيلتها ما شلون. وش المطلوب؟ أنا بشرحها لك شلون. هي ما الحين قاعد تشتغل أخضر، هي أحمر وأخضر وأزرق وأصفر. إيه. تشتغل بطريقة معينة. تشتغل بطريقة معينة يبيك تسوي زيها. بس الحين أنت ما تسوي شيء، الحين أول مرة هذه ما تسوي شيء. أبى أشغلها أنا بس إني أعيك شوي. يمكن تبدأ من جهة ثانية. لا لا هي الأحمر تضغط الأحمر مرة وتبعد. مرة تضغط مرة ثانية بس إنه. ميردا، أوديو فارلو. شوفك خلط وين تسير. ياخي ضغطتها مرة واحدة ليش جاي؟ Stupido Gypsy. Ora dobbiamo riprovare. Merda. Odio farlo. يمكن لازم تفكر بسرعة. لا اوكي. اسمعني انت. Ora dobbiamo riprovare. اقطع لين نظبطها صح. Merda. Odio. مو قصدي اقطع لين قصدي اقطع لين. يلا هنا رجع. Stupido Gypsy. Ora dobbiamo riprovare. Problema del sistema fallito. Dobbiamo riprovare. يا اخي تدري قعدت احاول يوم اني العب سولو حاولت فيها وقت طويل وتركتها ثم رجعتها في راوند 10 وضبطت معي. بس ما اتوقع لها دخل. ما اتوقع لها دخل الراوند. Ora dobbiamo riprovare. Merda! Odio farlo! Dove croce? يمكن لازم تضغطها تؤخر. هي تضغط الحمراء عشان تشغل الجهاز بس. خلاص بعدين نسويها. أنا أشوف ترى تخلص النوت بدري أحسن. كيفك؟ لا بكيفك أنت عادي أنا ما عندي مشكلة. بس وين الزومبي ذا؟ يقدرنا. لا بطيء ذاك ما في أمل. ايوه تبغى تشتغل سوا بسرعه يلا فهمت وش المقصد هذا زي شلون اقول لك زي الكمبيوتر تشوف الاشياء الاربعه وكذا كذا احنا في القمر كنا في الارض وبدينا اللعبه وانتقلنا للقمر Stupido Gypsy. Ora dobbiamo riprovare. Programma da sistema fallito. شوف السيستم فيه مشكلة ما عاد يشتغل. Stupido Gypsy. Ora dobbiamo riprovare. تصدق. اسحب عليه. أول شيء خلني نفهم أنا أبغى أفهم أول شيء الماء. أحمر أخضر أزرق. الحين احط احمر بعدين اخضر بعدين ازرق فهمت؟ إيه. احمر اخضر ازرق اخضر احفظ معي أوكي. احمر اخضر ازرق اخضر احمر اخضر ازرق اخضر ازرق احمر اخضر ازرق اخضر ازرق ازرق احمر اخضر ازرق اخضر ازرق اخضر يجي كفو سهل. الحين فهمتها والله هبل فينا عشان يشتغل جاك البطريق. خلص النزل الثاني سهل الحين. ياي دعست على راسي بالتهكير. اوكي تهكر اجهزه بسرعه ما عليك الحين خلصها سريع سريع. النود الثالث لازم نحتل المنشار يجي. طبعا هذا البث لازم نفتحه يا جيمر. يا جيمر مصيرنا في المكان. لانه مو مخلينا نعرف نشتغل الله يرد. وش يعني ما ادري كيف انفجار غبي شكله. الاكسجين هو يتنفس عليك اكسجين ما ادري فول ما ادري انزل. وين رحت انت؟ ما ادري اختفيت. وين الهاكينج؟ وين جاك اصبر اصبر طايحه لانه مات هذاك. خلاص اوكي قطعه هذه اول شيء يا جماعه بنهكر القطعه ذي اللي هنا. اوه لازم 500 معي، لازم يكون معي 500، لازم نمشي راوند. اوكي يلا نمشي بس دقيقة لازم اقل بدمع فلوس لازم بس اصبر. روح المنطقة ذيك وانا بضربه. منطقة ايه؟ روح منطقتنا اللي تو بسرعة بسرعة وانا ادل المكان. يلا مشي هنا ثم كلياما ثم ننقز. لا خربانة انا حطيت الخدين ولا ما يحتاج؟ الله يقدر ما يحتاج. اها اوكي يصح في قزاز هنا بس اذا جاء المنشار وكسر القزاز لازم تحط الخدين. في منشار كبير يجي منشار يمشي من نفسه كذا. ترى اول مرة حاول تدوربهم او ناقز بس اذا انحشرت ناقز فيه. اوكي اهم شيء رطيح بس. طب مثلا لو كسر القزاز وانا ما ادري كيف اعرف اني لازم احط هذا لا يتكلم. في واحدة تتكلم تقول لك هو الحين بيجي في الطابق في المبنى رقم 11 من اليسار. المبنى رقم 11 بعيد عنه. اوكي الحين مشينا راوند. حاول بالراوند نطيح واحد لانه ما له داعي نتقدم بدون جدر.